إندونيسيا برشا مباشرة إلى دوري علامة محمد طهير بن ناشور. وعليس عمل التنظيف، لو تشوف دوريح للأولياء والعلماء في إندونيسيا لتكون جميلة ونظيفة. الله يا ليتك ما قلت الملاحظة. لو كان دوريح علامة محمد طهير بن ناشور في إندونيسيا لزار كل يوم مليون مسلمين في إندونيسيا. يلا يا عليش ف انا المشكله انا نشك تو نجيو نحكيو على منظومه التعليم، شكون منا يعرف الجيل الجديد الطاهر بن عاشور اللي هو تونسي؟ لا 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 انستغرام والدنيا. انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صوتك هذا ما يصيرش لو انت ازعجنا. لا لا ازعجنا يا سعد، انا حاجتي بيك تستفزنا، ما يصيرش استفز التوانسه اللي يسمعوا فينا. لو كان ضريح طاهر بن عاشور في اندونيسيا يزوروه مليون كل يوم. سر تقدم اندونيسيا اعتمدت على كتاب على فكره طاهر بن عاشور الاصلاحي حول مقاصد الشريعه.